أعلنت وزارة الصحة والسكان إصدار 132 ألف قرار للعلاج على نفقة الدولة في محافظات الجمهورية المختلفة بأكثر من 400 مليون جنيه منذ 9 يونيو وحتى 5 يوليو من العام الجاري. وأوضح مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة أن من بين تلك القرارات 25 ألف قرار لعلاج مرضى فيروس سي.